بتجيبي قرن تاس شاي وعرف ديك احور وبعرات فارة شايبة، وبتجيبي كمان ذكر نمل اهبال وحش حردون اطرش. شنو بدي اجيب حش حردون اطرش؟ ام عبد الله يعني حرباية ما بيمشي حاله؟ لك ما بتفهمي؟ انت ما بتفهمي؟ حش الحردون يعني ذكر، والحرباية انتي 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 يعني مثلك مثلك. وبعد ما تجيبي شي من قطره بتبيتيهن ثلاث ايام بلياليهن على الاسطوح، وبالليلة الثالثة بتحطي كل شي اللي قلت لك عليهم بالطنجرة مع شي من قطره وبتخليهن يغلو 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 اشتوت اشتوت ويغلو، وعند الظهر بيجيكي عصام ناخخ راسه، وساعتها شو ما بدك بتقدري تعملي فيه وما بيقدر يفتح تمه. حتى لو نخقته هداك الكف، حتى لو ضربتيه بالإبقاب ما بيقدر يعمل شي، ما بيطلع بإيده يعمل شي. ولا تنسي تشعلي ذكر البان عندي وترشي مي على سقاطة بيتهم وعلى العتبة كمان. شو سمعتي؟ إيه لكان سمعت وفهمت منيح. يلا حاسبوا اخواتي، جوعانين بدهم ياكلوا، مساكين هلكوا على قد ما اشتغلوا. قديش بدهم اخواتك العفاريت ام عبد الله؟ قد ما بدك اعطيهم مكرميهم مشان يطلع شغلك ظابط. ام زكي يلا يلا فريال حاسبي اقوى. قدي بدي اعطيهم؟ اعطيها ليرة. ليرة بحقلة؟ لك شو ليرة؟ شو ليرة؟ اقل من خمس ليرات ما بقبل، سمعانين؟ ما بقبل ولا هنن بياخدوا ولا شغلك ما بيزبط فريان.